إذن طلابنا الأعزاء نبدأ بحل الواجب. أول نقطة طلبتها بهذا الواجب هو وضع الجملة في حالة المثبت. فهنا كل هاي الجمل راح تخلي بيها والله، كل هاي الجمل راح تخلي بيها وال وترتبها. فمثلا I will become. My friend will have. John will be. أكو طلاب كاتب will not be، أكو طلاب كاتبين will not will is. غلط، ما يصير تقول will is، will not be. عفوا، هذه مال البي، عذرا مال البي. John will not go. هاي مثلا على سبيل المثال في 2050 in 2050 robots will do homework. في حالة النفي will not do homework، حالة السؤال well جي. هنا عندك البي، هاي هواي طلاب خطأوا بيها. dad will be مو is، الاز بس بالمضارع البسيط يا طلابنا الاعزاء، الاز فقط بالمضارع البسيط، لا تخربط بيها. لا تخربط بيها. المستقبل ما يصير تخلي بي ابدا، ما يصير تخلي بي از. عندك هنا ايضا يعني I become كاتبينها I will became، اكو طلاب كاتبينها I will became. شون هيك طلاب I will become فعل مجرد، اما في حالة رقم 8 فراح اصير mom will not، بحالة المثبت will، حالة النفي will not، حالة السؤال will. التاسعة Peter will Peter travel، اكو طلاب كاتبين will Peter وحاطين اسم ثاني ويا، غلط، will Peter travel. حلو، هسه عندك رقم 10 you go dancing tomorrow. هنا will you go dancing tomorrow بس حالة النفي، خلينا نحلت لكم اياها انا، وحالة السؤال اعتقد انتم تعرفونها. اللي عنده سؤال خلي ينزله بالتعليقات انا اشوفكم. بالنسبه لنقطه 9 هي موجوده بالجواب بالسؤال، سؤال هي موجوده سؤال، انا اريدها مثبت، حول ليها مثبت. يعني مثلا مو قايل لك بيتر ويل بيتر ترافل، قل لي بيتر ويل ترافل، انت رجع ليها للمثبت، انه بسوي ليها نفي وانه بسوي ليها سؤال. انا اريدها بكل الحالات، اريدها بكل الحالات، ما لي علاقه، اريدها بكل الحالات. انا اريدها بكل الحالات، ما لي علاقه بالكامل، حتى حالة 10. اليوم بالبداية أول شيء خلونا نصلي على خير البشر وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. صلوا على النبي بالبداية، يعني صلاة نعطر بها الأفواه. فاللهم صل وسلم على نبينا محمد، هاي واحد. شغلة ثانية، اليوم نبدي بالأفعال الشاذة رقم 4، وأنا فرحان جدا اليوم بصراحة، جدا جدا فرحان. تدرون ليش؟ لأن اليوم راح أحفظ طلابي الأبطال النشامة 40 فعل. أنت تعرف شنو يعني 40 فعل؟ يعني اليوم أنت راح تصير حافظ لي 40 فعل، وأنا جدا فرحان ومسرور حقيقة بهذا الشيء الجميل جدا. يعني اليوم راح نحفظ 40 فعل، يعني حقيقة شيء مفرح. بنهاية الدورة راح نحفظ 100 فوق 100 فعل شاذ، أكثر من 100 فعل ومعناهن وكتابتهن وسبيلنج. هذا شيء مفرح جدا ويشرح الصدر من تسمع هيك خبر، طلاب يحفظون أفعال بالعطلة، طلاب مجتهدين ما مضيع وقته على التيك توك ولا بالكافيات ولا مسلسلات وملتزم وياك. يعني شيء مو بس يفرح، يعني شيء ترفع القبعة له. والله كل الحب والاحترام لكم. رقم 4 عندنا اليوم copy copied، correct corrected، cost cost cost، count معناها يعد أو يحسب،
وحش يقول لك احسب فلوس كاونتد. طلابنا الابطال يا ريت تتركون التعليقات وتنتبهون ويا يا ابطال يا نشامه يا فخر. والله العظيم انا اعتبركم فخر والله العظيم بدون مجامله. كفر معناها يغطي. كراي معناها يبكي او يصرخ. كات بمعنى يقطع او تجي معنى يجرح. دانس يرقص. ديسايد يقرر. وداي يموت. ان شاء الله يحفظ لكم احبابكم يا ربي. طيب والمحاضره الرابعه اليوم يا ابطالنا الاعزاء، فرحان جدا صراحه اليوم، جدا فرحان بشكل مو طبيعي، لانه اليوم 140 طالب ماخذ درجه كامله بالامتحان. والله فرحت من كل قلبي وشي فرح. اليوم نحكي عن زمن المضارع المستمر اللي هو الـ present continuous، وهذا زمن بسيط وحلو ومرتب. القاعدة مالت المثبت تقول لك فاعل زائد is وآر وآم زائد فعل B-I-N-G وتكمله. مثال he work at school، he is working at school. طلابنا الأعزاء، لطلابنا الأعزاء شوف لي القاعدة، الـ he والـ she والـ it تاخذ الـ is، الـ he والـ she والـ it تاخذ الـ is، ما تاخذ الداز، لا تحط لي داز، ركز وياي، ما تاخذ الداز لا، ولا تاخذ الواز، تاخذ الاز. دا احكي لك عن زمن المضارع المستمر اللي هو الـ present continuous، المضارع المستمر الـ he والشي والإت تاخذ الاز، الـ he والشي والإت take is، he والشي والإت تاخذ is، we they you تاخذ ار، we they you تاخذ ار، ما تاخذ الدو، ما تاخذ الداز، ما تاخذ الهاف بزمن المضارع المستمر، تاخذ الار يا ابطال، تاخذ الار. I am، we they you تاخذ الار. مثال عليها he work at school، he is working at school. استاذ محمد ليش خلينا الاس؟ لان الهي مفرد. ليش خلينا للفعل اي ان جي؟ لان مضارع مستمر، هي از وركينج ات سكول، يو ار وركينج ات سكول، اي ام وركينج ات سكول. حلو، شوف ليها، ركز لي عليها زين، ركز لي عليها زين. حلو حلو حلو، حكي مرتب. هسه خلينا ناخذ حاله النفي. بحاله النفي القاعده راح تصير، قاعده راح تصير فاعل is و are و am، not فعل B-I-N-G وتكملة، فاعل زائد is و are و am، فاعل زائد is و are و am زائد not زائد فعل B-I-N-G زائد تكملة. ركز لي زين، ركز لي زين يا بطل. فاعل زائد is و are و am زائد not زائد فعل مجرد زائد فعل B-I-N-G زائد تكملة. شوف هنا بالنفي الفعل يحط له I-N-G مو مجرد. شوف he work at school، he is not working at school، he is not working at school. بحالة السؤال أخلي الـ is والـ are والـ am بداية الجملة، وراها فاعل، وراها فعل B-I-N-G، وراها تكملة. you work at school، are you working at school، حطينا الـ are بالبداية ونزلنا الجملة مثل ما هي، وخلينا للـ ING فعل. دير بالك بزمن المضارع المستمر الفعل مو مجرد فعل بING، بالمضارع المستمر الجملة راح تحتوي على ING بزمن المضارع المستمر في حالة المثبت والنفي والسؤال، في حالة المثبت والنفي والسؤال يا أبطال. نجي على استخدام الزمن. يقول لك to talk about actions that are happening now at the moment of speaking، هذا هو الاستخدام الرئيسي للزمن. إيش وقت نستخدم زمن المضارع المستمر؟ لما أنا أتكلم عن حديث هسه دا يصير، أنا هسه بهاي اللحظة دا أدرسكم، I am teaching English، أمي قاعد تطبخ هسه، أقول my mother is cooking dinner، أمي قاعد تطبخ العشاء، أمي قاعد تطبخ العشاء. هسه أبطالي الأعزاء، أبطالنا الطلاب الفخر، والله فخر انتو، هسه اريد من عندك تكتب لي جملة بزمن المضارع المستمر عن واحد من افراد العائلة. لا تقول لي علي، ولا تقول لي احمد، ولا تقول لي نور، هذول ما اريدهم. قول لي my mother، امي، اخويا، احكي لي جملة حقيقية من ضمن الافعال اللي اخذناهن وانتو حافظينهن ما شاء الله.
تشوز يختار بكم يصبح من ضمن هذين الأفعال. سووا لي جملة من ضمن الأفعال اللي أخذناهن حطوا ليها بزمن المضارع المستمر. يلا يا أبطال بالتعليقات أنتظركم جاوبوني هس. يلا والله أنتوا فخر والله عاشت إيدكم. كلمات الزمن now at present look listen at the moment these days this morning today. هذن الكلمات اللي يدلن على زمن المضارع المستمر. هذن الكلمات اللي يدلن على زمن المضارع المستمر. أحسنتم أحسنتم يا طلاب. نجي على هذا الواجب نجي على هذا الواجب هذا الواجب. يلا حلوا الجملة الأولى حلوا الجملة الأولى. يلا يا أبطال هذا التمرين حلوا لي إياه. هذا التمرين الأول حلوا لي هاي النقطة الأولى. يلا حلوا لي إياها. يلا حلوا لي إياها. يلا يا أبطال بالتعليقات. هسا عفوا التعليقات كافي انتبه يمي. أريد أشرح لك نقطة مهمة جدا. شنو الفرق ما بين المضارع المستمر والمضارع البسيط؟ شنو الفرق ما بين المضارع البسيط والمضارع المستمر؟ الفرق ما بين زمن المضارع البسيط وزمن المضارع المستمر. عوف التعليقات وانتبه يمي. هسه راح أسألك سؤال أريدك تجاوب لي بالتعليقات. المضارع البسيط يتحدث عن التكرار، فتشي يومية يصير عادة أنت تسويها، عادة حقيقية، فتشي حقيقي يوم يومية أنت تسويه. يعني إذا أنت يومية تقرأ الكتاب، يومية تقرأ كتاب الصبح تقرأ كتاب، هذا مضارع بسيط. بس إذا أنت هاي اللحظة هسه بهاي اللحظة قاعد تقرأ كتاب تقول مضارع بسيط. يعني إذا أنا فتشي يومية أسوي تكرار هذا مضارع بسيط. إذا حدث ثابت بهاي اللحظة قاعد تسوي أنت هسه، يعني هو مستمر ولم تنتهي منه، بعدك ما منتهي من عنده، هنا تستخدم زمن المضارع المستمر. هذا هو الفرق ما بين زمن المضارع البسيط وزمن المضارع المستمر. زين هسه انتبه يمي انتبه يمي. هسه أريدك تحلي الجملة I watch TV. لهنا I watch TV أنا أشاهد التلفاز. سوي ليها مضارع مستمر. يلا يا أبطال سوي لي هاي الجملة مضارع مستمر. هسه طلابنا الأعزاء هاي الجملة I watch TV لو قلت لك سوي ليها على سبيل المثال، لا تسوي ليها لا تحلون أقفوا. إذا قلت لك ماضي شو تقول؟ تقول I watched. إذا قلت لك مستقبل تقول I will watch سوف أشاهد. لا تنسى. فهاي هاي هاي هذا التمرين هذا التمرين إن شاء الله واجبك. هذا التمرين واجبك بالمحاضرة الجاية إن شاء الله تسوي ليها بزمن المضارع المستمر بحالة النفي والمثبت والسؤال. حالة النفي والمثبت والسؤال مثبت ونفي وسؤال أيضا. هذا تمرين بس. التمرين الثاني ما أريده لا تقحلوا لي ما أريده. بس التمرين الأول فقط التمرين الأول مثبت ونفي وسؤال. بس التمرين الأول أريده. زين هسه هنا راح نجي نطبق على هذا الزمن. Where is Mark؟ أين هو مارك؟ He is having shower. هو he is having. شوف هنا الآن غير الكلمات التي تحتها خط وأستبدلها بما يناسب الموقف حسب الموقف. طيب Where is Mark؟ أين هو مارك؟ حلو أين هو مارك؟ إذا بالماضي أقول Where was Mark؟ وين كان مارك؟ وين أين كان؟ أين كان؟ بدل ما كان أين هو؟ أين كان؟ طيب أريد مثلا شوف هنا she is taking a picture. she is taking a picture يعني هي دا تلتقط صورة. هنا يعني آلاف الجمل تقدر ترتب. ليش؟ لأن أنت صرت يعني إمكانية باللغة الإنجليزية كأزمنة وكجمل. تقدر تقول she is playing football. we are studying English. فهنا تقدر يعني أنا هسه لاحظ قبل شوية بعدني ما كملت الزمن انطيتكم جملة وأبدعتوا بالتعليقات يعني أداء كلش حلو. هنا الجملة الثالثة جاي لك What are you doing on Saturday؟ ما الذي ستفعله يوم السبت؟ طبعا هنا تقدر تغير بدال السبت الجمعة الأحد. What are you doing؟ ما الذي ستفعله؟ What are you eating؟ ما الذي ماذا تأكل بهذه اللحظة إذا مستمر؟ What are you speaking؟
يعني أشكال أشكال أشكال. وهذا التدريب إن لكم، شوفوا هذا التدريب، هذا سويت لكم إياه لكم. أنا هسه إيش راح أسوي؟ ركز وياي، هذا تدريب لك تحله هسه، هسه راح نحله إن شاء الله. شوف إيش قايل لك، هي work at school، مضارع بسيط، يلا حل إياه. You work at school، شلون راح تصير you work at school؟ هذا حل إياه أنت، يلا هسه. You work at school، المضارع البسيط، المضارع البسيط، هاي بالمضارع البسيط راح تصير you are working، you are work، you work عفوا، you work at school، مو you are working at school، عذرا، اكو طالب حالها you are working at school غلط، هذا المضارع البسيط، المضارع البسيط لا تنسى المضارع البسيط، you work at school بس، you work at school، you work at school لا تنسى، هذا المضارع البسيط، you work at school. زين اريدها نفي، شلون راح تصير؟ يلا من ينفي ليها يو ورك ات سكول، شلون راح ننفيها؟ يلا جاوبني بالتعليقات. اكو طلاب حالينها يو ار نوت وركينج غلط، اكو طلاب كاتبينها يو ار نوت، يو ار نوت، يو ار نوت وركينج، طلاب هذا المضارع البسيط يو دونت ورك، يو دونت ورك مضارع بسيط، يو دونت ورك ات سكول، يو دونت ورك، الحل الصحيح يو دونت ورك، هذا هو الحل الصحيح. طيب بالسؤال، بالسؤال ايش راح تصير؟ يلا من يقول لي؟ اكو طلاب كاتبين يو ار نوت ورك غلط، يو ار نوت ورك غلط مو صحيحه، يو دونت ورك بحاله النفي، وبحاله السؤال ار يو وركينج ات سكول، ار يو وركينج ات سكول. طيب هسه طلابنا الاعزاء الان اترك التعليقات وانتبه علي، راح ناخذ المضارع المستمر، هاي الجمله يو ار ورك ات سكول شلون اسوي ليها مضارع مستمر؟ يلا شلون اسوي ليها مضارع مستمر؟ يو ورك ات سكول حل اياها. اكو طلاب لحد الان قاعد يسوونها يو ورك ات سكول، طلاب اريدها مضارع مستمر، الحل الصحيح يصير يو ار وركينج ات سكول، يو ار وركينج ات سكول، طبعا بحاله النفي راح تصير يو ار نوت وركينج ات سكول، يو ار نوت وركينج ات سكول، you are not working at school بحالة النفي، وبحالة السؤال are you working at school، are you working at school. طيب بالنسبة للمستقبل من يقول لي شلون تصير؟ يلا اريدها مستقبل، سوي لياها مستقبل هنا، يلا مستقبل بسيط. طيب بزمن الماضي البسيط، حلو هسه اريدها بزمن الماضي البسيط you work at school، شلون راح اسويها بزمن الماضي البسيط؟ يلا you work at school، اكو طلاب كاتبين بالحل you were work غلط، يا طلاب شلون تحط الوير؟ الماضي البسيط ما بي وير بس ويا الصفه، هذا فعل you work at school اسويها you worked ايدي worked worked ايدي، شلون تحط لها الوير؟ صدق كذب احنا مو قلنا الوير بس ويا الصفه، بس لما عندك بي، بس لما يعني work صفه، work work مو صفه، you work at school اصير you worked، ما يصير تحط الوير غلط، ما يصير تحط الوير. اكو طلاب حاط لي did غلط، بس you work صار you worked ايدي بس you worked. بحالة النفي بحالة النفي راح تصير you didn't work، بحالة النفي راح تصير you didn't work، وبحالة السؤال، وبحالة السؤال راح تصير did you work at school. هذا تمرين تدربوا عليه، الملزمة يمك اسحبها وتدرب عليه، هذا إن شاء الله واجبنا امتحان محاضرتنا لهذا اليوم، لا تنسى تقرأ الأفعال الشاذة المطلوبة وضبط أمورك تمام حتى إن شاء الله أمورك تصير مية مية. المحاضرة الرابعة، وأنا صراحة فخور بكم جدا، يعني أداء جدا راقي، أتمنى تقرأ المادة زين وتدرب عليها وتغير الأفعال، وأي سؤال أو استفسار أو شيء أنا حاضر، ما يصير خاطركم غير طيب، اشتردون أنا وياكم.